أهلا بكم، معكم دكتور سو. كيف الحال؟ جولة سياحية تانية في طرابلس. المرة هذه موضوع مختلف. المرة فاتت تكلمنا على السبيكينج، اليوم حنتكلموا على موضوع الآيلتس. في المنشور اللي فات سألتكم سؤال على أي شيء يعتمد امتحان الآيلتس، وكالعادة كانت الإجابات متفاوتة ومشوقة ومثيرة للاهتمام. تمام، فالبعض منكم يعني جاوب قال listening أهم شيء، في اللي قال writing، في اللي قال الفوكاب اللي هو المفردات، يكون عندك مفردات يعني نطاق واسع من المفردات. تمام، في اللي جاوبوا قالوا لا time management، في اللي جاوبوا قالوا يعتمد على الحظ، في اللي قالوا يعتمد على التريكس والهاكس. تمام، ممكن كانت في إجابة واحدة أو إجابتين تكلموا على موضوع proficiency، وهي هذه الإجابة اللي ندور فيها أنا. تمام، شو نقصده بـ proficiency أو شو نقصده بـ اللي هو إتقان اللغة؟ معناها إحنا نتكلموا على مستواك الحالي، يعني زي ما كتبت في واحدة من التعليقات قل لي ما مستواك الحالي أقول لك ما هي درجتك في الآيلتس. تمام، قبل ما حتى أنت تدير تريننج، قبل ما أنت حتى تخش امتحان، أنا أقدر نعطيك الدرجة قبل ما تخش من غير أي تدريب. طبعا درجة مش حتجيب، مش حتكون بالضبط، طبعا الدرجة مش حتكون بالضبط، حتكون شبه بالضبط لسبب بسيط جدا، أن الامتحان الآيلتس يعتبر امتحان standardized يعكس مستواك الحالي في منظومة CEFR اللي هي Common European Framework، وفي فيديو مطول نحطه في الكومنتس نتكلم فيه بالتفصيل عن موضوع المستويات. يعني واحدة من المغالطات الشائعة جدا اللي هي موضوع لا أنا كويس في listening لكن أنا والله ما ضعيف في speaking، لا أنا ممتاز في conversation، أنا ممتاز في conversation لكن أنا والله ضعيف في reading، وهكذا الموضوع اللي هي هذه skills المتفاوتة. تمام، هذه طبعا تعتبر واحدة من المغالطات الكبيرة، لأن عادة الطالب لما يخطع نفسه الامتحان تحديد مستوى معياري دقيق، لما المدرس يقول لك أنت مثلا B1 plus intermediate تطلع، معناها هذه مهاراتك بصفة عامة، هذا مستواك الحالي. تمام، هذا هو مستواك، يعني انت لو جبت B1 plus اللي هو intermediate في امتحان تحديد المستوى، مش يعني مستحيل انت تكون مثلا C2 advanced proficient في الجرامر ومثلا A2 في listening، ولا انت يعني ان شاء الله وصلت فكرة من حولها، مش حيكون في التفاوت اللي انتم متخيلينه. هذا قصة اني نحس في نفسي، هذا كله يعتبر subjective، انه هو هذا داخلي في راسك، هذا ما يعكسش حقيقة مستواك. تمام، موضوع المستويات محتاج امتحان تحديد مستوى معياري standardized يطلع لك مستواك بالضبط، لان جماعة اللغات او المتخصصين في اللغات داروا المنظومة مشتركة ومعيارية لكل اللغات الأوروبية. تمام، هذا إنجليزي فرنسي إيطالي نفس القصة، ما فيش أي حاجة أحسن من حاجة. لما نقولوا حاجة أحسن من حاجة في داخل نفس المستوى داخل الفصل، هذا شيء إحنا كمدرسين نشوفه فيه، هذا طبيعي. تمام، مثلا عندي على سبيل المثال كورس pre-intermediate، فنلقى بعض الطلبة في تفاوت بسيط، هم كلهم pre-intermediate، يعني ما فيش حد زي ما تقول مفروض يكون برا ولا يعني يكون أعلى ولا يكون أقل، هم في نفس المستوى، كلهم جابوا نفس الدرجات متقاربة نوعا ما في امتحان تحديد المستوى، بس فيهم تفاوت، والتفاوت هذا طبيعي. ممكن واحد منهم يحب المسلسلات والأفلام، listening وspeaking بتاع يعني أحسن شوية، oral skills بتاع معقولات كويسات، أحسن من الأفرج بتاع الفصل، لكن مش أحسن بمعنى كأنه upper intermediate ولا advanced، لا أحسن في المستوى اللي هو فيه. تمام، وفي ممكن طالب تاني أو طالبة تانية تحب تدير الواجبات في وقتها، تستعمل في السلف ستدي بوكس اللي هم بتاع الجرامر والفوكب، حنلقى الجرامر والفوكب متاعها أحسن شوية من الأفرج اللي في الفصل، بس هي قاعدة برضو قاعدة هي pre-intermediate، ما هياش intermediate. الجرامر متاعها صح أحسن شوية من زملاء، لكن مش بمعنى بنفس قوة المستوى اللي فوقها أو اللي فوق فوقها مثلا، فهمتوني فكرة؟ فموضوع المهارات المتفرقة هذه الوحاد هذه doesn't exist، غير حقيقية، هذا مجرد تقييم ذاتي للشخص، ما ولا يعبر للواقع بصلة في أغلب الأوقات. تمام، فهذه موضوع المستويات. فنرجع تولي موضوعنا متاع الآيلتس، نجولي أهم شيء فيه وعلى أي شيء يعتمد الامتحان. زي ما حكيت لكم، قلت لكم أهم نقطة هي كانت إجابة الإتقان proficiency، يعني مستواك الحالي هذا حيعكس لك الدرجة اللي أنت حتجيبها في الامتحان، هذه أهم أول وآخر وأهم نقطة. تمام، هذه في رأيي تشكل 95% من أهمية الامتحان. نجو لنقطة الهاكس ونقطة التريكس ونقطة التايم مانجمنت، الكلام هذا اللي هو بيجي من كورس تدريب
او اللي هو من preparation IELTS preparation course، هذا حيجيك من IELTS preparation course. في نظري هذا ما يجيش الا 5%، ممكن كان اكثر 10%. علاش؟ لان شفت طلبه اكثر من مره يعني يبدا مستواهم هما proficient، يعني اوريدي مستواهم عالي، يعني C1، في منهم حتى C2، يعني ما شاء الله الانجليزيه بتاعهم تبارك الرحمن. تمام، هذا في منهم خشوا الامتحان طول، واكيد انتم يعني من الكومنتس من الناس اللي موجوده في الكومنتس اكيد في منهم لا شك خشوا الامتحان طول وجابوا 7 فوق 7. تمام، ما غير تحضير الكورس بقى كيف قصته بعد كيف جابوا درجات، ولا يعرفوا لا تريكس لا هاكس كي خش فيها عميان وجاب درجة عالية، لأنه هو أصلا بروفيشنت، لأنه مستوى عالي أوريدي. امتحان هو يقيس الإتقان متاعك، هو مصممينه باش يقيسوا بدرجة إتقان لغتك. لكن بالمقابل لو الطلبة هما ممتازين، لو أخذوا preparation course ولو preparation course تصير يعني مع طلبة المتفوقين اللي في C1 C2 عادة نقولوا C1 يعني اللي هما الأدفانس، في الغالب نلقى نفسي 15 ساعة بالكتير 20 ساعة ونكون غطيت كل شيء، ما عادش عندي معناتي أصلا، لأن هو أوريدي يعرف كل شيء الطالب. الحاجة الوحيدة اللي منين نعطيها اللي هو طريقة الأسئلة، كيف يتحكم بوقته، تكنيكاته هي أو تريكس أو هاكس لو تحبوا تسموها، بس هي هذه. فالطلبة ما شيء يصير لهم لما يتعلموا حاجة هي، ما عادش يجيبوا 7، يبدو يجيبوا في 8، يبدو يجيبوا في 8.5، في بعض الطلبة جابوا في حاجات معينة 8.5. تمام، وهذه عن تجربة، أنا نفس الشيء صارت لي، يعني كنت نقرأ في IELTS، يعني مريت بالمراحل هذه، كنت نقرأ، بعدين قريت الكورس، بعدين أنا نفسي درت الامتحان، فمريت بها، وكان كلمت ناس ذات خبرة يعني، وعطوني تقييم وعطوني فيدباك، قالوا لي راه ضعيف أنت في الحاجة، يا ركز فيها ركز فيها، لأن يعني الهدف متاعي كان كتشالنج، يعني كنت بتجيب 9 فيهم كلهم، وما وفقتش يعني ما جبت فيهم 9، جبت في الريدنج والليسنينج 9، في السبيكينج كان 8، وفي الرايتنج 7.5. بس الرايتنج 7.5 هذه أغلب الأشياء تعلمتها بعد الامتحان، يعني ما كنتش نعرف أصلاً اللي هو الباند ديسكريبتورز نهائياً في الرايتنج، ما كنتش نعرف أنه في لكسيكال ريسورسز، ما كنتش نعرف أنه في كوهيرنس كوهيجن كلام، هذا كله بتاع تقييم الامتحان اللي هو خاص بالامتحانين ما كنتش نعرفه، خشيت قدرت بال يعني بالجنرال نوليدج وخلاص في الرايتنج، ومع هذا جبت فيه 7.5. يعني ممكن لو كنت تعلمت الأشياء هذه ممكن كنت نجيب أحسن شوية في الرايتنج، وهكذا. هي هذه فكرة الهاكس والتريكس أو دور اللي هو الايلز بريبريشن، دور الايلز بريبريشن لو بنستعمل مجاز اللي هو مجاز السيارات، أنا حشيش نستعمل في مجاز السيارات، يعني زي كأنك أنت بتمشي سوق سيارات بتشتري سيارة، استعمل على سبيل المثال سيارة عرضها هو ب20,000. تمام، أنت عندك المبلغ مش ما عندكش، لكن دبي ما دبيك يعني بتساومها بتحصل سعر أحسن، فبتبدا تساهم فيه، والله يا شنو هي الخيانه ب 19.5، والله القمه تقدم مش عارف تبدا تديلها في السبل بتاع البيع والشراء، مرات يرخيها لك ب 19.5، وكانك شاطر يرخيها لك حتى ب 19. هذا الدور تريكس، دور الهاكس والتريكس والتكنيكس بتاع البريبريشن في النقطه هي، بس انك انت تقدر تربح حاجه، يعني تربح وقت او تربح فلوس في مجاز بتاع السيارات. تمام، لكن انت لو على سبيل المثال انت عندك 2000 دينار بس وماشي للسوق دبي 20,000، فتبدا تساهم في البايع، ممكن يضربك عادي ولا ايش عشان يديلك، يعني كيف انت جاي دبي 20,000 سياره ب 20,000 وعندك 2000 ما تركبش، لكن انا عندك 19.5، عندك 19 وتبدا بتساهم ممكن تصيب معك ممكن لا، يعني هذا دور التريكس بس والتكنيكس والهاكس بتاع الامتحان، حيعطيك فكره كيف يشتغل الامتحان، شن انواع الاسئله، هل كلها ام سي كيو، هل ترو فولس نوت جيفن، ماتشينج multiple choice questions، شنو على writing letter informal formal semi formal essay، شنو على essay، advantages disadvantages agree to what extent، data analysis شنو هو pie chart bar chart، تا 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 الكلام هذا كله يجي من IELTS preparation course، هذا كله أنا أعتبره اللي هو يتبع للtechniques أو للhacks أو للtricks أو سموها كيف ما تحبوا تسموها، هذه حتجيك من IELTS preparation course. تمام، لكن الأساس زي ما حكيت لكم 90% أو 19,000 جنيه الأساسية هذه بتجيك من شنو؟ هذه بتجيك من لغتك، هذه البروفيشنسي بتاعك، يا عندك أنت اللغة يا اشتغل على لغتك، كمل في الجنرال إنجليش ولين بشوية بشوية توصل أقل شيء. لو أنت طالب 7 6.5 7، لأن أغلب الناس اللي تاخذ في الآيلتس تاخذ فيه لغرض الجامعات، في بعض منهم للفيزا وكذا، للفيزا عادة مش عالية، مرات حتى 5 تمشي الحال، لكن بالنسبة اللي هي الناس اللي تطلب في الآيلتس لغرض الدراسة هذا ديما حيطلب عليك 6.5 إلى 7،
تمام، هذه 6.5 إلى 7. لو الطالب مستواه تحت السي 1، يعني الطالب مش سي 1، يعني مش يعني بنظام الكورسات الطالب مش مكمل الأبر انترميديت تمام أو ما يعادلها، معناها أنت مش حتجيب هالدرجة، يعني بتقعد دي مع الحافة 6 5.5 6، مرة واحدة منهم بتجيك في 6.5، لك باش تجيب درجة مرتاحة 7 في الكل أو فوق 7، هذا ما تحلمش بيه، مش حيصير لين أنت تكمل الأبر انترميديت، تقوي نفسك، اشتد عودك في الموضوع هذا في البروفيشنسي، بعدين كورس سريع أسبوعين حتى شهر، مع أنه في أسبوعين والله يصدقوني يتغطى، وعندي طلبة ويقدروا يشهدوا بالموضوع هذا، يعني عندي طالبين ما شاء الله خوتهم تبارك الرحمن، يعني كورس واحد منهم خده 15 ساعة 21 ساعة فقط، والاثنين نتائجهم مبهرة مشرفة، كلهم فوق 8 تمام، لأنه هو already proficient. فهذه الفكرة اللي إن شاء الله تكون وصلت، وسامحوني على الإطالة، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. And don't forget to keep your English healthy with Dr. Sue.